نشرة الأخبار المحلية تأتيكم من قناة بسا نيوز، والبداية بأهم ما جاء فيها من عناوين. ولي ولاية بسا السيد عطلة مولاتي يتحدث لمواطني ولاية بسا حول البرامج السكنية ويكشف عن الجديد بخصوص عملية الطعون الخاصة بحصة 2011 سكنا اجتماعيا بتبسا. رئيسة الهلال الأحمر الجزائرية السيدة سعيدة بن حبيلس تحل اليوم بولاية تبسة، تدشن مرفقا اجتماعيا ببلدية مرصد، وتشرف على تقديم مساعدات عينية لفائدة عدد من العائلات المعوزة بمنطقة المسلولة ببلدية العوينات. والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي يتابع سير عملية استخراج عدد من رفاة شهداء ثورة نوفمبر المجيدة ببلدية بإقليم بلدية بوخضرة، يعاين المكان ويوصي بالحفاظ على الذاكرة الجماعية واستلهام الدروس من التاريخ ومحطاته. وفي حصيلتها السنوية بلدية الملبيض تستفيد بأغلفة مالية معتبرة لاستكمال برامجها التنموية. تحت شعار حدود ذكية من أجل تبادلات تجارية سلسة، المديرية الجهوية للجمارك بتبسة تحيي يومها العالمي. تفاصيل النشرة، مرحبا بكم. كشف والي ولاية تبسة سيد عطلة مولاتي بحر الأسبوع المنقضي عن الجديد حول عملية الطعون، وتحدث مطولا حول برنامج التحصيص الاجتماعية ببلديات الولاية ومختلف البرامج السكنية. متابعة في الموضوع مع سناء زروت. كشف والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي أن عدد الطعون المستوفاة الشروط التي تم دراستها من طرف اللجنة الولائية للطعون بلغ 121 طعنا من مجموع 9346 طعنا تم تسجيله بخصوص حصة 1011 سكنا اجتماعيا بمنطقة الدكان، منهم 80 طعنا مؤسسا. وأضاف أن لجنة فرعية شكلت منبثقة عن اللجنة الولائية لدراسة الطعون مهمتها التأكد التام من ملفات المواطنين المطعون فيهم والتدقيق الميداني في وضعياتهم وعلى جميع المستويات. ترافقها اجتماعات مستمرة للجنة الطعن الولائية من أجل اتخاذ القرارات ذات الصلة والبدء في عمليات الحذف التدريجي للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، وتعويضهم بالأشخاص المتواجدين في القائمة الإضافية، والانطلاق بعدها في إسكان المستفيدين الذين لم يكونوا محل طعون مؤسسة وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة. وبخصوص التحاصيص الاجتماعية، أفاد السيد والي الولاية أن الحصة الإجمالية التي يجري الإعداد لها وتهيئتها بلغت 8552 على مستوى بلديات الولاية، وبعضها تم تثبيت أصحابها فيها، والعمل جاري من أجل الانتهاء من تهيئة 6 تحصيص ببلدية تبسة بعضها جاهز تماما. شرعنا في دراسة الطعون مقدمة من طرف الإخوة والأخوات المواطنين الطاعنين في هذه القائمة. النتائج إلى غاية اليوم، طبعا كما تعلمون يعني تم إيداع 9846 طعن. كل هذه الطعون راهي الان على مستوى مصالح ديوان الوالي الموجود على مستوى حولت من طرف رئيس الدائره وهي على مستوى ديوان الوالي من اجل الشروع في دراستها على مستوى السلطه الولائيه. كما تعلمون السلطه الولائيه مكونه من مدراء تنفيذيين ومن رئيس الشعب الولائي، فهي لجنه لا علاقه لها بمصالح الدائره ولا بمصالح البلد. شرعنا في تحليل ربما ما قدم من طعون، ووصلنا الى غايه اليوم الى ربما تقييد 121 شخص المطعون فيهم باسباب مذكوره على مستوى الطعون. وتم اعطاء التوجيهات الى السيدين رئيسا دائره وبلديه تبسه بغية الشروع في إعداد قوائم المستفيدين من حصة التحصيص الاجتماعية، وتشمل 593 قطعة أرضية بكل من أحياء أول نوفمبر، العرامي والميزاب. وأكد أن الجهود متواصلة لخلق تحصيص أخرى تصل لاحقا إلى 1000 تحصيص للتخفيف من أزمة السكن بمدينة تبسة. من العام الجاري على مستوى مدينة تبسة، على مستوى بلدية تبسة، من أجل الانتهاء من تهيئة 6 تحصيص. عندنا 6 تحاصيص على مستوى بلدية تبسة التي أنشأناها، ومنها طبعا 4 تحاصيص تحت كفالة أو تكفل مدير السكن، وتحصيصين سو لا شارج ديريكتور دو لوربانيزم. بالنسبة للمجموع هذه 6 تحاصيص
تشمل 593 حصة أرضية. وإن كان طبعا التزمت قبل اليوم بأننا مستعدين أن ننشي تحاصيص أخرى وكون صرحت بعدد 1000 حصة. إذا سوف نبذل الجهد أكثر من أجل إنشاء تحاصيص أخرى إلى أن نصل إلى 1000 حصة على مستوى هذه البلدية، أجل كذلك أن تساهم هذه الفورميلا هذه الصيغة في القضاء على أو تخفيف أزمة السكن على مستوى هذه البلدية. وباكتمال سنة 2019 سيتم الانتهاء تماما من تسليم كافة التحاصيص المبرمجة بالتوازي مع انطلاق الأشغال لإنجاز 600 سكن عمومي مدعم، وقائمة المستفيدين منها في طور الإعداد بعد دراسة ملفات أصحابها. وبخصوص سكنات عدل بمنطقة بلحاف الدير، أفاد السيد والي الولاية أن تعليمات صارمة وجهت لممثل شركة أطلس المكلفة بالإنجاز من أجل البدء في الجانب البنائي للسكنات، وأن الشركة تنجز حالياً الأشغال الكبرى بمعدل 12 مسكناً يومياً، وستضاعف من قدراتها التقنية لتصل إلى 16 مسكناً في اليوم، ومن المتوقع استلام المشروع في غضون عام. وهدفنا أن نصل إلى إنجاز الأشغال الكبرى لـ 16 سكن في اليوم. حالياً مؤسسة أطلس تنجز بفضل هذه التقنية الجديدة والتقنية السريعة اللي عندها، اللي هو على كل حال سكولابيل كونفراج تونيل. الان حاليا راهي تنجز 12 سكن بالنسبه للاشغال الكبرى في ظرف يوم. على اسابيع ان شاء الله يعني قليله سوف ترتفع هذا العدد الى استلام 16 سكن اون بيتون ارمي في اليوم. وعطيت تعليمات كذلك وتوجيهات صارمه وسوف تراقب الى طبعا ممثل مؤسسه عدل على مستوى الولايه من اجل الشروع فورا في كذلك الاسراع في انجاز الجانب البنائي لا ماسونري. واعطيت توجيهات كذلك اننا نستلم في اجل الاسابيع على الاقل سكن او سكنين كسكنات نموذجيه من اجل التاكد من نوعيه الاشغال. هذه سوف تكون زياره لوالي الولايه رفقه كافه المتداخلين من مدراء تنفيذيين وعدل وحتى الجمعيه الخاصه بالمكتتبين للتاكد من نوعيه الاشغال بالنسبه لهذا البرنامج الذي نطمح ان شاء الله اننا على حسب التزام حسب التزام مؤسسه الانجاز اننا في ظرف عام ان شاء الله نبدا في استلام الحصص الاولى حصه 1000 سكن بعد التهيئه نتاعها. هذا الموضوع سوف يكون كذلك لما تدقيق اكثر خلال الخرجات الميدانيه وجلسات العمل اللي تكون على حساب بالنسبه لهذا البرنامج. في إطار عملية تضامنية واسعة تندرج ضمن البرنامج الوطني للهلال الأحمر الجزائري، تهدف إلى العودة إلى القيم التضامنية العريقة التي كانت تميز المجتمع الجزائري وتقديم بعض الدفء الإنساني للعائلات المعوزة، أشرفت نهار الجمعة الفارطة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس على توزيع طرود تشمل مواد غذائية وأفرشة وأغطية لفائدة العائلات المعوزة بمنطقة المسلولة ببلدية العوينات قبل أن تدشن مرفقا اجتماعيا ببلدية مرصد. التفاصيل مع يسرى بوزيدي. من تبسة نادت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بضرورة إحياء قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وجبر الأضرار بين الجزائريين وإرساء صفات نكران الذات والحيطة الاجتماعية والعودة إلى المعاني والصفات المتأصلة داخل المجتمع الجزائري والمتجلية في موروثه السوسيولوجي منذ القدم. ويحتل التضامن الوطني، تضيف بن حبيلس، حيزا كبيرا في السياسة الاجتماعية للدولة لما تضيفه من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكريس أسس التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال والفئات وتحسين مستوى عيش الأفراد ودعم الطبقات الهشة والأسر المحرومة وتدعيم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي. جاء ذلك أثناء إشرافها نهاية الأسبوع المنقضي بمعية والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي على عملية تضامنية استهدفت 100 عائلة معوزة ومحتاجة بمنطقة المسلولة بأقليم العوينات للمساعدة على مجابهة ظروفهم الاجتماعية المتردية، حيث تم توزيع 100 حصة من المواد الغذائية بقيمة 10,000 دينار جزائري المتضمنة مواد غذائية أساسية فضلا على أواني منزلية وأفرشة وأغطية. هذا دليل على اهتمام الدولة الجزائرية بالطبقات الهشة والمناطق النائية. مسلولة منطقة بعيدة، ماهيش عاصمة الولاية، ماهيش مدينة كبيرة، لكن رغم هذا الحمد لله
هك تتمتع بسكن، وهذا نزيد نركز كثير، هذا دليل على ما توليه الدولة الجزائرية وعلى رأسها سيد الرئيس وبرنامجه اللي راهو يسهر ويأكد على العناية والاهتمام بالمناطق الحدودية. الهلال الأحمر الجزائري دوره باش يقوي لحمة الشعب الجزائري، لازم نشعروا اللي رانا خاوة، كي تمس واحد في مسلولة نتاع تيزي وزو يحس نتاع قمر راس التيشر، يلزم نحطوا اليد في اليد. وكانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري قبل ذلك قد أشرفت على تدشين روضة للأطفال ببلدية مرسط باسم الشهيد عطوي صالح، اعتمد لها غلاف مالي قدره 1,100,000,000 سنتيم من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. السيدة بن حبيلس دعت أيضا من مرسط إلى الاهتمام بالنشء والحرص على غرس قيم التضامن الاجتماعي بشتى معانيه وتأصيل روح المواطنة، كما وجهت بالمناسبة نداء للخيرين ورجال الأعمال والمال داعية إلى الانخراط في المسعى التضامني من خلال صندوق أصدقاء الهلال الأحمر الجزائري الذي أنشئ مؤخرا للغرض بهدف توسيع التغطية الاجتماعية. هذا وكان والي ولاية بسا قد التقى بعدد من مواطني منطقة المسلولة بالعوينات الذين أبلغوه انشغالاتهم ومطالبهم الاجتماعية والتنموية، فهو لم يتردد في الاستماع لهم بل وتفاعل مع انشغالاتهم. بإذن الله بمجرد تعيين مقاولة تبدأ الأشغال. بالنسبة للغاز المدينة على بالكم اللي يكمل، ننتظر فقط بعض الإجراءات الخاصة مع سوق الغاز ونطلبكم الغاز. بالنسبة للماء كذلك، راهي الدولة تكفلت تماما بالمياه الصالحة للشرب لست بلديات بما فيه تجمع سكان المسؤولة. بمجرد اشتغال مياه إيصال مياه من ست نتاع واد ملاك ترجع الأمور طبيعية جدا عندكم بالنسبة للماء. باقي الانشغالات منازل المساكن ما فيهاش الغاز والكهرباء. ثاني، أنا كل راحة بأنه عندنا برنامج هام راه جاينا من طرف وزارة الداخلية للتكفل بالديار اللي ما عندهمش الغاز كما تكلم الأخ والكهرباء، بالإضافة كذلك إلى الانشغال الخاص بالسكن الريفي تكون حصة معتبرة للمسؤولة بحمل. بمنطقة كف سنون بجبل بخضرة الذي تقبع في غياهب أحد مغاراته رفات عدد من شهداء ثورة التحرير المظفرة، وقف والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي بالمكان مترحما على أرواحهم الزكية، وعاين سير العملية التي قادتها مصالح الحماية المدنية، والتقى بمواطني الجهة ورق في الموضوع مع سناء زروت. تنقل والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي نهاية الأسبوع المنقضي إلى بلدية بوخضرة المنجمية، وبمنطقة كف سنون بجبل بوخضرة الذي تقبع في غياهب أحد مغاراته رفات عدد من شهداء ثورة التحرير المظفرة، استنادا إلى روايات متواترة على لسان مجاهدي المنطقة الأحياء والمهتمين بتاريخها. عاين الجغرافيا القابعة بالتاريخ ومجده، وفي حضرة المكان وقدسته انحنى بكل إجلال وخشوع أمام الرفات مقبلا ومترحما على أرواح أصحابها، قبل أن يتلقى شروحات وافية من طرف مدير الحماية المدنية بالولاية المقدم دروات الصادق حول سير العملية بعد 12 يوما من انطلاقها والإمكانيات المسخرة للغرض والعتاد المستعمل لاستخراج الرفات من على عمق نهز 23 مترا في ظروف مناخية صعبة، والعمل على تعريف أصحابها الشهداء ثم تصنيفهم ثم تكريمهم لاحقا بإعادة الاعتبار لهم ودفنهم بما يليق بتضحياتهم الجسام في موكب جنائزي رسمي. كما التقى بالمناسبة بمواطني الجهة الذين حثوه مطولا عن بطولات الآباء والأجداد وعن تاريخ المنطقة الجهادي، مثمنين في السياق ذاته الأهمية القصوى التي أولاها للأمر وجهوده المتواصلة لمتابعة العملية بهدف إماطة اللثام عن صفحة من صفحات تاريخ المنطقة المشرق إبان ثورة التحريرية الكبرى، واستمع إلى مطالبهم وانشغالاتهم في مجالات التنمية ببلدية بوخضرة. السيد الوالي تحدث للحضور من المواطنين عن ظروف العملية ومراحلها وتاريخ انطلاقها بعد موافقة السيد وزير المجاهدين، ثم عرج عن البرامج التنموية التي استفادت منها البلدية وتلك التي سجلت لفائدة الساكنة بعضها قيد الإنجاز، واعدا بالنظر في جميع الانشغالات التي قدمت له والتكفل بها وفق الأولويات والمتوفر من الإمكانيات،
موازاة مع سعي إلى التكافل بإنجاز نصب تذكاري بالمكان، تعظيما لشأن شهداء المنطقة واعترافا بتضحياتهم وتخليدا لذكراهم، موصيا الناشئ بضرورة استلهام العبر من التاريخ والمحافظة عن الذاكرة الجماعية. السيد الوالي كان مرفوقا بالسادة النائب البرلماني الصديق بخوش ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي الربعي لقرع، وممثلين عن الأسرة الثورية والسلطات الإدارية والأمنية. المجد والخلود للشهداء الأبرار. على غرار بلدية الولاية 28، استفادت بلدية الملبيض بأغلفة مالية معتبرة من مختلف صناديق الدعم لاستكمال البرامج التنموية بعنوان 2018. أكثر تفاصيل مع يسرى بوزيدي. في قراءة لحصيلة برامج التنمية لبلدية الملبيض للعام المنقضي 2018، أفاد والي ولاية تبسة السيد عطلة مولاتي أن بلدية الملبيض وعلى غرار بلديات الولاية 28 استفادت من برامج تنموية عديدة تساعد في مجملها على تحسين الإطار المعيشي للساكنة، وخصصت لتجسيدها اعتمادات مالية معتبرة من خزينتي الولاية والبلدية. ففي مجال الأشغال العمومية استفادت البلدية من 15 مليار سنتيم سنة 2018، خصصت منه مبالغ للتهيئة والتحسين الحضري. وفي مجال السكن أضاف السيد رئيس البلدية أنه ينتظر خلال العام الجاري توزيع 1000 مسكن بكل الصيغ. وتدعم قطاع الموارد المائية بإنجاز خزان مائي بمنطقة برزقال بمبلغ 800 مليون سنتيم، ومن المرتقب إنجاز بئر عميقة قصد تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب، موازاة مع إنجاز العديد من عمليات إصلاح شبكة المياه ومحاربة التوصيلات الغير شرعية. وأضاف المدير أنه تم إنجاز مشروعين للتزود بالطاقة الكهربائية بكل من مشتد العديلة والمثيلية، فيما استفادت مشاتي العوينة والمرزاقية والمشرية من ربطها بغاز المدينة، ويتواصل الجهد لتوفير الكهرباء الريفية ومياه السقي الزراعي، والعمل على إنجاز غرف تبريد وتخزين لحفظ المنتوج الفلاحي، مع منح عديد المحلات البلدية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، وإنجاز سوق جواري للقضاء على تجارة الموازية والفوضوية بالبلدية. وكان السيد والي الولاية وعد الفلاحين والتجار بإنجازه. وفي الحقل التربوي تم تخصيص مبالغ مالية هامة من ميزانيتي الولاية والبلدية لإنجاز مطاعم مدرسية وإعادة الاعتبار للمساحات والأقسام واقتناء أجهزة تدفئة ب 150 مليون سنتيم. وبغرض توفير مناصب الشغل تم استحداث مكتب للغرف على مستوى البلدية بحي بن جدة مهنية، وتم توفير عديد مناصب الشغل في مختلف القطاعات والمؤسسات، منها استفادة من 120 منصب عمل مباشر، إضافة إلى 16 منصب في مختلف الصيغ. جاء كل ذلك خلال لقاء نظمته بلدية الملبيض ببداية الأسبوع المنقضي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبلدية، وحضره إلى جانب السادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي جمع من مواطني بلدية الملبيض. حدود ذكية من أجل تبادلات تجارية سلسة، تحت هذا الشعار نظمت بداية الأسبوع المنقضي المديرية الجهوية للجمارك بتبسة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للجمارك المصادف للسادس والعشرين جانفي من كل سنة، ويوافق هذا التاريخ إنشاء المنظمة العالمية للجمارك سنة 1952 ببروكسل البلجيكية. سوالمية سارة تفصل في الموضوع. سجلت مصالح جمارك تبسة إحباط عديد محاولات التهريب، حيث قدرت قيمة المواد المحجوزة بأزيد من 36 مليار سنتيم، فيما تضاعف عدد الغرامات المالية المستحقة على المهربين ليصل إلى نحو 214 مليار سنتيم. ونجحت ذات المصالح في إنجاز عمليات نوعية خلال العام المنصرم مكنها من وضع يدها على 2 مليون أورو بالمركز الحدودي بتيتا جنوب تبسة، وحجز 4400 كاميرا مراقبة مزودة بأشعة تحت الحمراء في عمليات ثانية. وكشف عن هذه الحصيلة خلال احتفال أحيته المديرية الجهوية للجمارك. الاحتفال احتضن فعاليته قصر الثقافة بمدينة تبسة، وأشرف عليها الأمين العام للولاية السيد بلقاسم بن طويلة ممثلا للسيد عطلة مولاتي والي ولاية تبسة. وشملت معارض مفتوحة على الجمارك تبين دورها في صناعة المعابر والانتشار الحدودي والتطبيق العلمي لمكافحة التهريب بأنواعه وكيفية
إحكام الرقابة الحدودية والتجهيزات المستعملة للغرض لإبراز إنجازاتها في مجال الاستخدام الأمثل للمعلومات وتقنيات الاتصال المتقدمة، علاوة على حصيلة نشاطاتها خلال السنة المنقضية. وفي كلمته الافتتاحية أوضح المدير الجهوي للجمارك السيد كريم منسوس أن شعار احتفال هذا العام يأتي من أجل إبراز الحراك الميداني ومدى فعاليته في الارتقاء بالعمل الجمركي من خلال التوجه التقني واستخدام الأساليب الحديثة لتسهيل عملية التجارة وتنقل الأشخاص والبضائع. وتأتي هذه الفعالية متوافقة مع سياسة الدولة الجزائرية الرامية إلى إزالة العوائق والعمل على عصرنة قطاع الجمارك وجعله مواكبا للرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، بغية تسهيل الحركة الاقتصادية والتصدي الأمثل للجريمة العابرة للقارات وحماية الاقتصاد الوطني. وتخللت الاحتفالية مداخلة تعريفية حول الحدود الذكية ودورها في الإدارة الجمركية المعاصرة، قدمها الدكتور إدريس عطية من جامعة تبسة، توبعت بمراسيم تقليد رتب 30 جمركيا من إطارات وأعوان سلك الجمارك وتكريم عدد آخر. إن اهتمام إدارة الجمارك بالعنصر البشري يتجلى من خلال ترقية كفاءات الموظفين من خلال برامج التكوين الواسعة التي مست شريحة كبيرة من الموظفين من خلال برامج التكوين في عدة مجالات واختصاصات، والتي تسعى من خلالها إدارة الجمارك إلى تحقيق النوعية في الأداء مع الصرامة في العمل. كما تولي إدارة الجمارك أهمية قصوى في تسيير الحياة المهنية للموظفين من خلال المجهودات التي تبذل في ترقية الجوانب الاجتماعية والمهنية للموظفين. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.